اللي كيدخلوا الجيوب ومن المستفيد ملاعب الناس اللي عندها الفلوس. مشاهدي محمد بريس، السلام عليكم وحلقة جديدة من برنامج المحقق خالد. كنتواجدوا على مستوى شارع المقاومة وبالضبط الشنطة الجديد وعلى مستوى اتصالات المغرب. هذا المركز هذا اللي يعني الأشغال المتوقفة فيه، اللي هو مركز اجتماعي للشباب والطفولة، اللي بدأت فيه الأشغال تقريبا هذه واحد العامين، ولكن تعودت توقفت تقريبا هذه السنة كما كتشوفوا، تخسرت عليه واحد الميزانية كبيرة في الإصلاح من بعد ما كان مهجور لسنوات لأزيد من 16 سنة. هو كان مهجور وتمت فيه واحد العملية ديال الصيانة. من اللي بدأت العملية ديال الصيانة هذه واحد سنتين، كنا عملنا واحد البرنامج وكان برنامج مباشر، صراحة كان سنكرو فيه صراحة عملية البناء، وخاصة أنه كان أطلال وكان كله يعني ميديتي لا يصلح للبناء. رغم ذلك تمت عملية ديال الصيانة، ولكن الآن من بعد واحد السنة ديال الإصلاح، لو دخلتوا الداخل قرب الكاميرا ما لا سمحتي، الميديتي يعني راها عاملة واحد المشكل كبير بالنسبة للجدران ديالو، وكنظن انه لو تمت العملية ديال البناء من مستقبلا غادي تكون واحد الخطورة على يعني المستفيدين من هذا المركز الاجتماعي هنا بشارع المقاومة بالمحمدية. الآن نتساءل من هي الجهة المشرفة على عملية البناء، وعلاش توقفت؟ نبغيو نعرفوا اشنا هي الأسباب اللي كتخلي هذا المشروع هذا أنه يتوقف للمرة الثانية ولأزيد من سنة هو متوقف. يدخلوا الجيوب ومن المستفيد ملاعب الناس اللي عندها الفلوس. كوتاكو ستوبا اكثر من الحفاري هذه.